قسمنا نقاط مهمة جدا في ظل كلام كتير واخبار كتير غلط في المواقع. موضوع المباراه الوديه اتلغت عشان في اصابات كتيره في صفوف الاهلي، الكلام ده يا جماعه مش صحيح اصلا. في البدايه كان في عرض لمباراه وديه، ولكن مارسيل كولر والجهاز الفني فضل ان تكون مباراه اخرى اذا اتيحت مع فريق اخر، ولكن المباراه المؤكده يوم 5/9 زي ما زميلنا فاروق صلاح قال لنا من النمسا. اخر ملف قبل ما اطلع لفاصل، وده مش عايز اقول انفراد، انتوا اتعودتوا معانا دايما ان احنا كل كلمه بنقولها الحمد لله يعني بتبقى صادقة وصحيحة بنسبة 100%، والأيام هتثبت ده. النهاردة كان في معسكر للحكام المساعدين من قبل لجنة الحكام، وحصل النهاردة أمور جديدة شوية، لأن كلنا عارفين توفيق السيد استقال، كابتن أيمن دجيش استقال، وباقي من لجنة الحكام حتى الآن مع فيتور بيريرا، أحمد أبو العيلة، ومجدي رزق. في اتصالات تمت مع عدد من الحكام، جهاد جريشة رفض، سمير عثمان رفض، ياسر عبد الرؤوف رفض، شريف صلاح رفض. عدد كبير جدا من الحكام اتعرض عليهم يشتغلوا خلال الفترة اللي جاية في لجنة الحكام، ولكن نسبة كبيرة جدا رفضت. النهاردة في استدعاء لاثنين من الحكام المساعدين اللي كانوا موجودين قبل كده، طبعا مش في اللجنة، هم لو دخلوا اللجنة هيكون ده لأول مرة، ولكن كانوا موجودين دايما في المباريات وعارفين أسمائهم، يعني كان الكابتن أحمد الجرحي الحكم الدولي، وكان أحمد ساهر الحكم الدولي المساعد أو الحكم المساعد، برضو عارفينه من الحكام اللي كانوا موجودين في مباريات الدوري خلال السنوات اللي فاتت. ولكن الاثنين تحديدا بعد ما اعتزلوا التحكيم بعدوا شوية عن مجال التحكيم، يمكن أحمد ساهر أعرفه شخصيا، هو دكتور في كلية التربية الرياضية، ولكن بعدوا شوية عن مجال التحكيم. النهاردة لجنة الحكام استدعتهم في معسكر الحكام المساعدين، واتقالت لي كده بعض المعلومات ان احمد ابو العيله ومجدي رزق هم اللي بلغوهم يكونوا موجودين في المعسكر، وفي اتجاه ان يكونوا موجودين في تشكيل لجنه الحكام اللي هيتعرض بكره على مجلس اداره اتحاد الكوره، بحيث ان التشكيل يكون كالاتي، ودي اسماء احنا بنقولها النهارده لاول مره من خلال برنامج الترند: فيتور بيريرا رئيسا للجنه، كابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنه، كابتن احمد ابو العيله، كابتن احمد الجرحي، كابتن احمد ساهر، والكابتن مجدي رزق مسؤول عن تقنيه الفيديو. الغريب بالنسبه لي لو الاسماء دي تم اعتمادها بكره، اللجنه كلها ما عدا بيريرا ومحمد فاروق كلهم مساعدين. احمد ابو العيله كان مساعد، مجدي رزق مساعد، احمد الجرحي مساعد، ساهر مساعد، الاربعه مساعدين. التعيينات هتبقى في ايد بيريرا، احنا عارفين ده، ولكن ايه كم الحكام المساعدين اللي هيكونوا في اللجنه بالشكل ده؟ وفين الخبرات؟ وفين الناس اللي كانت موجوده في اللجان السابقه؟ وليه ما قدرش بيريرا يقنع عدد من الحكام ان يكونوا موجودين في اللجنه؟ يعني انا متفاهم ممكن جهاد جريشه ما قبلش انه يشتغل في اللجنه لانه بينتظروا خبر مهم جدا خلال الفتره اللي جايه، ان شاء الله لما يتحقق بشكل رسمي هنعلنه من خلال شاشه قناه الاهلي. منصب كويس نتمنى له التوفيق فيه، ممكن يكون موجود في الفتره اللي جايه، هيشرف مصر في محافل قارية ودولية خلال الفترة اللي جاية، هنقوله في وقتها لما يتم بشكل رسمي، ولكن بننتظر نشوف اتحاد الكرة هيتعامل ازاي مع الملف ده، لان ده ملف مهم جدا. لكن الحكام كلهم حكام مساعدين. وعندي اعتراض على حاجة، مع كامل تقديري للكابتن أحمد ساهر. كابتن أحمد ساهر هو شقيق زميل عزيز بيشتغل في قناة نادي منافس. فهل يجوز، إن يكون عضو من أعضاء لجنة الحكام شقيقه أخوه شغال إعلامي في قناة نادي منافس في الدوري العام؟ ده سؤال أنا هطرحه على لجنة الحكام الرئيسية وعلى اتحاد الكورة، لأن أنا واثق إن فيتور بيريرا اتعرضت عليه الأسماء من أحمد أبو العيلة ومجدي رزق، لكن هو ما يعرفش الناس. فمن النهارده أهو قبل اجتماع بكرة اتحاد الكورة بنعرض لحضراتكم الأسماء المرشحة لتشكيل لجنة الحكام. طبعًا يبدو إن التشكيل بالكامل فيما عدا الكابتن محمد فاروق، طبعا كان حكم دولي كبير بلا خبرات، معظمهم مش محاضرين في الكاف او الفيفا، ما عندهمش خبرات كبيره زي خبرات كابتن جمال الغندور، كابتن احمد الشناوي، كابتن ناصر عباس، كابتن وجيه احمد، ولكن هنشوف اختيارات بيريرا والاسماء المرشحه اللي هتتعرض بكره في مجلس اداره اتحاد الكوره، وهل المجلس بكره هيعمل اجتماعه في مقر الاتحاد في الجبلايه ولا ممكن يغير المكان في ظل إن عندي معلومة إن بكرة في تجمهر لعدد كبير جدا من الحكام أمام مبنى اتحاد الكورة للمطالبة
بالمستحقات المتأخرة وتحميل بيريرا جزء كبير جدا من المسؤولية. أنا قلت اللي عندي لغاية لما نشوف إيه اللي هيحصل بكرة، ومعاكم الأسبوع الجاي إن شاء الله لما نشوف التطورات اللي هتتم في الملف ده خلال الساعات اللي جاية. دي كانت أبرز الموضوعات، فقرة دسمة فيها أخبار كتيرة، ولكن قدر الإمكان بنقربكم شوية من مسرح الأحداث في الساحة الرياضية. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل.